من القاهرة تنضم إلينا السيدة أمل رضوان، استشاري العلاقات الأسرية والمجتمعية. سيدة أمل، ظاهرة العنف من الظواهر التي لا يمكن حصرها لا في نطاق معين ولا في بيئة معينة، نجدها في المجتمعات النامية وأيضا في المجتمعات المتطورة، تتعرض لها المرأة داخل وخارج المنزل. ما الأسباب برأيك التي تدفع الرجل للاعتداء على المرأة، إلى ضرب المرأة وتعنيفها؟ طب خليني بس اقول مبدئيا يعني ايه عنف. العنف هو سلوك عدواني متعمد تجاه الاخر، بيمثل له اي شكل من اشكال التهديد، سواء كان التهديد ده مباشر او غير مباشر، مادي او معنوي. يمكن علماء النفس فسروها ان هو بيكون خلل نفسي نتيجه عجز عن يعني اداره الامور بطريقه عقليه سليمه. فهو في يعني انا بحب اعرفه ان هو ضعف، ما هوش قوه، هو يمكن قد يكون قوه عضليه ولكن مش قوه اراده او قوه شخصيه. الأسباب كتيرة جدا، يمكن طبعا هي ظاهرة عالمية تجتاح العالم كله. هتكلم تحديدا على المجتمعات الشرقية، يعني بيكون فيها بعد عن الدين أو ضعف الوازع الديني، بيكون فيها فهم خاطئ للدين في بعض الأمور اللي قد يفسرها البعض أن من الواجب تأديب الزوجة بالضرب أو خلافه، وإن كان علماء الدين بينفوا ذلك تماما. بيبقى فيه أسباب كتيرة جدا يمكن ذكرها التقرير، وإضافة ليها ممكن أتكلم على مشكلة الفراغ، وتحديدا الفراغ العقلي اللي هو بيكون الشخص عنده كبت واحساس بعدم قيمته، فبالتالي ان هو بيفرغ الطاقه دي في الاخرين. قد يكون الشخص العنيف هو اوريدي قبل كده مورس عليه العنف او القهر او الظلم. طيب فبتبقى جواه طاقه. الى اي حد سيده امل يمكن ان تكون تربيه الطفل الرجل عندما كان طفلا هي انعكاس لحاضره اليوم؟ يعني تعرض الطفل للضرب، للاهانه، احساسه بالنقص امام اقرانه قد يجعله يعاني من هذا السلوك العنيف؟ بالتأكيد التربية هي الشكل الرئيسي لتكوين الشخصية فيما بعد. يعني إذا كان هو الصورة اللي شافها في البيت، الأب بيمارس العنف على الأم أو حتى الأب عنيف مع الأولاد، فبالتالي هو طريقة التربية دي بتشكل شخصيته، بيفتكر ان هي دي الطريقة الطبيعية للتعامل بين الرجل والمرأة. نقطة تانية برضو، مش بس ان هو ممارسة العنف الظاهر او حتى فكرة التمييز، تمييز في التربية بين الولد والبنت، بتلاقي انها خلقت جواه سلوك اناني وعدواني. بيبقى كيف تنصحين الاخر ده اقل منه او المرأة السيدة التي تتعرض للعنف بالتعامل؟ ما هي الطريقة المثلى لتتعامل مع رجل عنفها سواء لفظيا او جسديا؟ يعني المفروض ان المرأة تكون اكثر قوة في مواجهة اي ضغوط بتتعرض ليها، سواء كان عنف مباشر او غير مباشر، بالرفض والرفض القاطع لاي اساءة. لان مع الاسف اوقات الضعف والاستكانة والرضاء بالامر الواقع ده بيكون سبب في استمرار مزيد من العنف، ولكن عليها انها ترفض ده وتحاول انها تحل. كيفية الرفض؟ هل ترفض بطريقة ايضا جسدية في حال تعرضت للضرب؟ تكون ردة فعلها باستخدام القوة ايضا لوضع حد لهذا، ام ان هناك طرق اخرى؟ يعني انا ضد العنف، فضد يعني الرد بعنف برضو اكيد مش طريقه سليمه، وان كان كمان هي مش هتقدر لو الرجل اللي قدامها جسديا هي ممكن تكون صعب انها تقاومه قوي، ولكن عليها الرفض والرفض القاطع ومحاوله المقاومه ومنع اي اذى يقع عليها. مش هقول انها هل ترين سريعا سيده امل، هل ترين اليوم ان القوانين في مجتمعاتنا العربيه كفلت حق المراه المعنفه؟ لا، ويمكن يعني السبب الرئيسي هو فكرة ان العنف الاسري بيبقى عنف مسكوت عنه وعيب، وما ينفعش ان المرأة تشتكي زوجها او تشتكي والدها او تشتكي احد افراد الاسرة ان هو بيسبب لها اذى. الموروثات الثقافية اللي موجودة في المجتمع هي دي اللي بتخليها ضعيفة اكتر او مستضعفة وبتسكت عن حقها، ولكن فالقوانين صعب قوي انها تحكم العلاقات الاسرية. الاهم هو فكرة التربية القائمة على العدل، المؤسسات الدينية تقوم بدورها اكتر من كده، الاعلام يقوم بدوره، الدراما اللي موجود فيها عنف كتير ده برضو شكل من اشكال ان هو بيسبب سبب مباشر جدا في ممارسة العنف، لان احنا بنقدم العنف كصورة معاملة طبيعية
وهي بتنطبع في العقل الباطن، وبالتالي بتلاقي ان الافراد تعاملوا بعنف مع بعضهم. محتاجين نقلل قوي من العنف اللي موجود في الدراما، ونقدم مفاهيم صحيحه للعلاقه السويه بين الرجل والمراه، وقد ايه الدين بيحترم المراه وبيقر دورها، منهي تماما عن اي تعامل غير سوي مع المراه او تعامل عنيف. محتاجين ان كل الجهود تتضافر، البيت، المدرسه، المؤسسات الدينيه، الدراما والاعلام، المؤسسات المجتمع المدني، القوانين تكون اكثر صرامه. نعم. في التعامل مع الشخص اللي بيسبب اي عنف تجاه الاخر. سيده امل، شكرا جزيلا لك. سيده امل رضوان، استشاري العلاقات الاسريه والمجتمعيه، كنت معنا من القاهره.